ريسينج ينطلق الشوط الثالث من هذه الأمسية، شوط الخيل العربية الأصيلة المبتدئة مسافة 1200 متر. ثمان جهات تشارك وتتنافس على هذا الشوط ابتداء مع الجود رقم 6 ديفا ديبيني، لاستدام مربط الجريان محمد بن حمد العطية سفيان السعدي المركز الأول، محافظة خطف الصدارة من قبل الجود رقم 1 إير كاندلت سبيد لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني رودي أندري على المركز الأول مع راشد الصعاق الخيال القطري. المحاولة من الخارج مع محمد نواف الرئيس مع الجود رقم 8 تايا للمدرب محمد الغزالي على المركز الثاني مع البرتو سنة على ثاني المراكز. محاولة تقدم أيضا من مع الجود رقم 5 الجود الخنساء للشقب ريسنج وفالح بوغريم على المركز الرابع، تقدم أيضا للجود رقم 4 اي جي اس نايفل لمربط الجريان وشتيبان مازور. الخط المستقيم باتجاه خط النهاية صدر والمركز الأول مع الجود رقم 1 جود كاندلت سبيد لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني، محاولة من الخارج من قبل الجود رقم 8 الجود تايا لمحمد نواف الرئيس والبرتو سنة، لكن الصدارة والمركز الأول مع الجود رقم 6 الجود ديفا ديبيني لمربط الجريان وسفيان سعدي على المركز الأول فعلا مع الجود ديفا ديبيني على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط محمد بن حمد العطية مع الجريان سفيان سعدي على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. ألف ألف مبروك لأسد مربط الجريان. حل في المركز الأول رقم 6 ديفا ديبيني الملك السادة مربط الجريان المدرب محمد حمد خليفة العطية والخيال سفيان السعدي. المركز الثاني رقم 1 كاندل سبيد الملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني المدرب رودي نيربون والخيال راشد علي الصعاق المري. المركز الثالث تايا المالك السيد محمد نواف الرئيس المدرب محمد الغزالي والخيال البرتو سنا. المركز الرابع غزوة المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري المدرب جوليان سمارت والخيال جيفرسون سميث. المركز الخامس اي جي اس نايفا المالك السادة مربط الجريان المدرب محمد حمد خليفة العطية والخيال ستيبان مازور.